أهلا بكم مشاهدينا. مر أسبوع كامل على اختفاء أو اختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي من القنصلية السعودية. 7 أيام كاملة إذن مرت على اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله من هذا الباب الذي نراه في هذه الصورة. لو أمكن للمصور أن يذهب إلى هذا الباب. كذلك التقطت لجمال خاشقجي آخر صورة له ونشرتها واشنطن بوست اليوم أو صبيحة هذا اليوم في تقرير لها من خلال هذه الكاميرا التي تبدو من على كشك المراقبة. هذا الكشك وهذه الكاميرا لا ينتميان إلى القنصلية السعودية ولكنهما تابعتان للسلطات الأمنية التركية، ولذلك قامت واشنطن بوست بنشرها اليوم من خلال تقريرها. إذن هذه الصورة كانت أبرز الأشياء ومن أحد أبرز الأشياء التي ظهرت اليوم خلال أو عن قضية جمال خاشقجي. معلومات كثيرة أيضا ظهرت عبر وسائل الإعلام المحلية وكذلك عبر وسائل الإعلام الدولية. جريدة صباح اليوم أفردت تقريرا كبيرا تحدثت فيه عن وقائع حدثت لجمال خاشقجي. هذه الوقائع نشرتها على ذمة يعني أحد أو مقالة إنه مصدر مشترك في عملية التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية التركية بخصوص اختفاء جمال خاشقجي. هذه المعلومات أو الأخبار التي سنتابعها يعني تحدث أن الوفد الذي جاء إلى هذه القنصلية جاء بتاريخ 2 أكتوبر يوم الثلاثاء، ذات اليوم الذي جاء فيه جمال خاشقجي إلى القنصلية. هذا الوفد الذي جاء عبر طائرتين كما يقول التقرير، نقلا عن مصدر كما قلنا في وفد أو في لجنة التحقيقات التي تجريها السلطات التركية. جاء عن طريق طائرتين من طراز، يعني من طراز أو تابعتين هاتين الطائرتين لإحدى الشركات السعودية التي مقرها في الرياض. جاءت هذه الطائرتين إلى اسطنبول ومن ثم قاموا بحجز فندق قريب من هذه القنصلية، لكنهم لم يذهبوا إلى هذا الفندق بعد دخولهم القنصلية وخروجهم منها عبر 6 سيارات كما قالت صحيفة صباح. 6 سيارات خرجت من هذه القنصلية، ولكن أيضا هناك معلومة أخرى تناولتها صحيفة صباح عن خروج سيارة أو فان سوداء معهم من طراز مرسيدس، خرجت مع 6 سيارات من هنا من أمام هذه القنصلية، وكانت تحتوي على صناديق دبلوماسية كبيرة كما تقول جريدة صباح نقلا عن أحد أعضاء لجنة التحقيق من قبل السلطات التركية. أيضا يقول أن هذه المجموعة المكونة من 15 سعوديا التي دخلت إلى هذه القنصلية وقامت بحجز حجز هذا الفندق من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 10 أكتوبر الموافق ليوم الجمعة، ولكنهم لم يذهبوا إلى الفندق ولم يقضوا ليلة واحدة في هذا الفندق، وذهبوا مسرعين من داخل هذا المكان. إلى انقسم الوفد السعودي إلى طريقين، 3 سيارات ذهبت بناحية اليمين و3 سيارات ذهبت بناحية اليسار، بينما اتجهت السيارة السوداء الكبيرة التي خرجت وأخرج من خلالها صناديق دبلوماسية غير معروف محتواها بالتأكيد، ذهبت مسرعة عبر طريق سريع في اسطنبول. 3 سيارات خرجت باتجاه منزل القنصل السعودي، 3 سيارات أخرى خرجت إلى الفندق، ومن ثم اتجهت كل السيارات وكل الوفد السعودي إلى مطار اسطنبول ويغادر سريعا. بالتأكيد لم تتمكن السلطات التركية من تفتيش هذا الوفد ومن تفتيش هذه السيارات ومن تفتيش الحقائب الدبلوماسية التي كانت في هذه الحقائب، لأن هذه الحقائب دبلوماسية ومن غير الممكن للسلطات أن تقوم بتفتيش أي حقائب أو أي أشياء دبلوماسية طبقا للأعراف والقوانين الدولية. أيضا صحيفة الجارديان تحدثت يبدو أنه نقلا عن ذات المصدر من لجنة التحقيقات اليوم، ونقلت في تقريرها أن ذات الوفد عبارة عن 6 سيارات، وتحدثوا أيضا عن خط سير هذا الوفد متجهين إلى منزل القنصل ومن ثم سريعا ومسرعين إلى مطار اسطنبول. طائرتين توجهت إذن إلى أحدى هذه الطائرات توجهت إلى القاهرة وطائرة أخرى توجهت إلى دبي. الطائرة التي اتجهت إلى القاهرة مكثت في القاهرة يوما كاملا، وهذا ما دفع ربما بالتسريبات وبالمصادر التي تحدثت من قبل عن اشتراك مخابرات دول أخرى في عملية اختفاء أو اختطاف جمال خاشقجي، نظرا لذهاب هاتين الطائرتين إلى
هاتين العاصمتين العربيتين. أيضا مكثت هذه الطائرة يوما كاملا في القاهرة، ومن ثم اتجهت مرة أخرى إلى الرياض، وكذلك فعلت الطائرة التي توجهت إلى دبي في الإمارات العربية. كذلك يعني يتحدث أو ربما هناك تساؤلات كبيرة من قبل الأمن التركي وكذلك من قبل الصحافة الأجنبية حول لماذا لم يتجه الوفد السعودي الذي جاء إلى هذه القنصلية، لماذا لم يمكث في البلد أو في الفندق الذي قاموا بحجزه لحد اليوم العاشر من أكتوبر، لماذا لم يمكثوا فيه ولو ليلة واحدة وذهبوا مسرعين في ذات اليوم الذي قدموا فيه، وهو ما يفتح باب التساؤلات بالتأكيد من قبل هذه الصحافة. كذلك هناك أيضا يعني تحدث الكثير اليوم، كان هناك مؤتمر صحفي عقده رئيس جمعية الإعلاميين العرب، تحدث قال ذات الكلام الذي قالته وكالة أو صحيفة صباح التركية اليوم. كذلك نقل الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أن الأتراك أو أن السعوديين وافقوا على دخول وفد تركي أمني إلى داخل القنصلية للبحث، ولكنه قال أن هذا لم يكن مطلوبا كما يقول هو، لم يكن مطلوبا من قبله بصفته صديق جمال خاشقجي وأحد أكثر الموجودين هنا منذ يوم اختفاء السيد جمال خاشقجي. قال إن المطلوب هو تسليم الكاميرات، كاميرات المراقبة داخل القنصلية، وليس يعني لم يكن من المطلوب دخول وفد أمني تركي إلى المكان، لأن يعني بعد مرور 7 أيام ربما أن الأدلة جرى العبث بها وإخفاء كل ملامح الجريمة طبقا لقوله. ولذلك يعني الطلب الأول وأيضا يبدو أنه الطلب الأخير من قبل السيد رئيس جمعية الإعلاميين العرب هو تسليم محتوى الكاميرات، كاميرات المراقبة داخل القنصلية السعودية. أيضا الإعلام الغربي وردود الفعل الدولية لم تتوقف اليوم، هناك تصريحات من وزارة الخارجية البريطانية، وزارة الخارجية الفرنسية، وأيضا تصريحات أمريكية رسمية تحدثت بوجوب الكشف عن مصير جمال خاشقجي، وتحدثت يعني عن الضغط على السعودية لإصدار بيانات واضحة وبيانات رسمية عن مصير جمال خاشقجي الذي شوهد لآخر مرة كان وهو يدخل من هذا الباب خلفي باب القنصلية السعودية، ولكنه لم يظهر بعد ذلك، وهو ما يفتح باب التساؤلات بالتأكيد. أين الرجل؟ أين جمال خاشقجي الذي يعني له شهرة كبيرة في الأوساط الإعلامية والأوساط الدولية، دفعت بكل هذا الزخم وبكل هذا الضغط على الحكومة السعودية التي حتى اللحظة يبدو أنها لم تخرج بيانات أو لم تخرج بيانات كافية حول مصيره بعد إخفائها كاميرات أو محتوى كاميرات المراقبة بدعوى أن الكاميرات المراقبة لم تسجل شيئا، وأن كاميرات المراقبة لم تكن تسجل هذا اليوم كما نقل الكثيرون. أيضا نسبت صحيفة صباح للصحفي التركي توران كاشلاقجي اللي هو رئيس بيت الإعلاميين العرب وصديق شخصي لخاشقجي القول إن خاشقجي أبلغ كاشلاقجي قبل اختفائه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من خاشقجي العمل معه كمستشار، ولكن بالتأكيد لم يتسنى لنا التأكد من صحة الخبر، وهو على يعني على مسؤولية صاحب التصريح وهو السيد توران قشلقجي. كذلك أشارت الصحيفة أيضا أن المحللين والخبراء الأمنيين الأتراك أشاروا إلى أنهم يمتلكون معلومات أكثر عن هذا الموضوع، ولم يكشفوا رغم هذا التقرير الكبير لم يكشفوا إلا عن قدر يسير من المعلومات التي وصلت إليهم ونجحوا في التوصل إليها دون حتى الدخول إلى داخل القنصلية السعودية. نحن أيضا بالتأكيد ويجدر بنا ذكر أننا بانتظار الوفد التركي الأمني الذي من المتوقع أن يصل في أي لحظة اليوم داخل القنصلية السعودية للبحث والتنقيب عن ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي. إذن نعود مرة أخرى إلى هذه الصور التي نراها مباشرة ونعطيكم لها ونطلعكم عليها من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، وسنطلعكم بالتأكيد على آخر التطورات أولا بأول.